السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الحصة الخامسة الشمس لو سولي ضمن الوحدة السادسة في الموضوع الثاني اللي كيخص الشمس من حولنا لو سولي أوتور دو نو. إذا في هذا الدرس الأهداف وهما التعرف على أن الشمس مكونة من غازات، والتعرف كذلك أن الشمس أكبر بكثير من الأرض. إذا طبيعة الحال كما دائما غادي نبدا معكم من الوضعية اللي كاينة في ألاحظ، وكذلك مع صورة الانطلاق. الصورة ديال الانطلاق كتبين مشهد للشمس من الأرض، إذا مشهد للشمس من كوكب الأرض. بالنسبة لوضعية الانطلاق هي كالتالي: خلال العطلة الصيفية نظر أحمد إلى الشمس واستفسر أباه عن سبب لونها الأصفر وعن حجمها مقارنة مع الأرض. إذا في العطلة الصيفية أحمد بقى كيشوف في الشمس وبقى كيستفسر اباه، يعني بقى كيسولو. السؤال الاول عن سبب لونها الاصفر، علاش اللون ديالها اصفر، والسؤال الثاني وعن حجمها مقارنه مع الارض، يعني مع الحجم ديالها مقارنه بالارض، واش الارض هي اللي كبيره عليها ولا هي اكبر من الارض ولا بحال بحال. اذا هادو هما الاسئله اللي طرحهم احمد على باه. اذا في نظركم شنو هو السؤال التقصي اللي غادي يكون مناسب مع الوضعيه وكذلك مع صورة الانطلاق؟ إذا كما عودتكم أنني غادي نكتبه هنايا في ورقة مستقلة. إذا الوحدة السادسة الشمس من حولنا، الحصة الخامسة الشمس لو سولي، صفحة 75 من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي. إذا سؤال تقصي اللي غادي يجي مناسب مع هذه الوضعية وهو: ما هي مكونات الشمس وكم يمثل كم يمثل حجمها بالنسبة لكوكب الأرض؟ إذا ما هي مكونات الشمس، شنو هي المكونات ديال الشمس، وكم يمثل حجمها بالنسبة لكوكب الأرض، وشحال الحجم ديالها مقارنة مع كوكب الأرض. بالنسبة للفرضيات، إذا أفترض أن الشمس تتكون من غازات. إذا كنفترض بأن الشمس كتكون ليا من غازات. الافتراض الثاني، أفترض أن الشمس تتكون من الهيليوم، يعني غاز الهيليوم والهيدروجين وغازات اخرى. اذا كنفترض بانه الشمس كتكون ليا من هاد الغازات هادو اللي قلنا، الهيليوم والهيدروجين وغازات اخرى. نعم. الافتراض الثالث، افترض ان، يعني الافتراض الثالث غادي يجاوبنا على النص ديال السؤال ديال التقصي، صافي، لان سؤال التقصي بحال مكون من سؤالين: ما هي مكونات الشمس، والسؤال الثاني وكم يمثل حجمها بالنسبه لكوكب الارض. اذا افترض ان قطر ديال الشمس أكبر، من قطر الأرض ب110 مرة. حتى افترضنا بأنه القطر ديال الشمس كبر من القطر ديال الأرض ب110 ديال المرات. إذا أن هاد الافتراضات واش هما صحيحين ولا خاطئين، غادي نعرفوا الصحة من الخطأ ديالهم بدراسة أنشطة أتحقق. إذا نمشيو لأتحقق. أتحقق، جو فيريفي. إذا السؤال الأول أو النشاط الأول: أقرأ النص ثم أجيب عن الأسئلة. إذا النص هو هذا، عندنا صورة مرافقة له، وأجاوبوا على الأسئلة المبينة في هذه الصفحة. الشمس نجم متوهج، كما كيظهر هنا عندنا في الصورة، الشمس نجم متوهج، يعني كيبان بحال كيتحترق، صافي، متوهج لأنه درجة الحرارة ديالو مرتفعة جدا. مكونة من غازات نتيجة درجة حرارة سطحها الجد مرتفعة. إذا الشمس هي واحد النجم متوهج، علاش؟ لأنها مكونة من غازات، لأن كتكون هاد الشمس كتكون من غازات، وعلاش كتكون من غازات؟ حيتاش الحرارة ديالها مرتفعة جدا، حوالي 5500 دوغري سيليسيوس، صافي؟ حيث تتكون معظم هذه الغازات من غازات خفيفة، يعني الهيدروجين والهيليوم، يعني معظم هاد الغازات المكونة للشمس هي عبارة عن غازات خفيفة كالهيدروجين والهيليوم، وأخرى غازات ثقيلة بنسب قليلة كالأكسجين
والكربون، بينما تشكل عناصر أخرى مثل الأزوت والنيون والحديد والسيليسيوم والمغنيسيوم والكبريت نسبا قليلة أو نسبة قليلة جدا. إذا الشمس كتكون بالأساس من غازات خفيفة اللي هما الهيدروجين والهيليوم، وغازات ثقيلة بنسب قليلة كالأكسجين والكربون، بينما تشكل عناصر أخرى بحال الأزوت، النيون، الحديد، السيليسيوم، المغنيسيوم والكبريت نسبا قليلة جدا. صافي، إذا هذا هو النص، غادي نجاوب على الأسئلة. أذكر أسماء الغازين الأساسيين المكونين للشمس. شنو هما الغازين المكونين للشمس؟ احنا ذكرناهم هنايا، قلنا بأن الغازات تتكون، هذه الغازات من غازات خفيفة كالهيدروجين والهيليوم. إذن الغازين الأساسيين هما الهيدروجين والهيليوم. الهيدروجين والهيليوم. السؤال الموالي، ما هي الحالة المادية لمكونات الشمس؟ إذا احنا قلنا بأن الشمس تتكون من غازات، وبالتالي ذاك الغازات هي عبارة عن حالة، الحالة المادية وهي حالة غازية. إذا احنا كنعرفوا الحالات ديال المادة كاينين ثلاثة، غازية وصلبة وسائلة، وبالتالي هنا عندي الحالة الغازية. الحالة الغازية، إذا الحالة ديال مكونات الشمس هما عبارة عن غازات، وبالتالي الحالة الغازية. سؤال الموالي، لماذا الشمس مكونة من غازات؟ علاش الشمس مكونة من غازات؟ احنا قلنا الفوق بأنها مكونة من غازات نظرا أو نتيجة درجة حرارتها المفرطة أو المرتفعة. إذا غنكتبوا مثلا نتيجة درجة حرارتها الجد مفرطة، الجد مفرطة، جد أو الجد مرتفعة. صافي، إذن نظرا لأن درجة الحرارة ديال الشمس كتكون مرتفعة جدا، بالتالي هي كتكون من غازات. ندوزو للنشاط الموالي اللي هو اون فرونسي، سويف افاك موا. جوبسيرف ليماج، جو لي لو تيكست اي جو ريبون. غادي نشوف الصورة وغادي نقرا هاد لو تيكست هذا ومن بعد غادي نجاوب. إذا الصورة كتوضح ليا ريبريزونطاسيون ريدويت دو سيستيم سولار، يعني هي واحد الرسم المبياني ديال المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية اللي كتكون من الشمس كذلك كتكون من الكواكب. إذا الشمس كما كتلاحظوا هنايا بأنها كتبان كبيرة بزاف، يعني القطر ديالها كبير بزاف من باقي الكواكب. لاحظوا لا تير اللي هي فقط تقريبا عبارة عن نقطة، يعني قطر ديالها مهمل مقارنة بقطر الشمس. نقراو هاد لو تيكست هذايا ومن بعد نجاوبو على لا كاستيون. لو سولي اي لاستر لو بلو غرو دو سيستيم سولير. اذا الشمس هي واحد الجرم اللي اكبر، او اكبر جرم في النظام الشمسي اللي كيبين الصورة جوج. ها، لو سولي بوسيد ان ديامتر دونفيرون 1.4 مليون دو كيلومتر. اذا القطر ديال الشمس تقريبا هو 1.4 مليون كيلومتر، اللي هي 1.4 مليون كيلومتر ديال الديامتر، يعني القطر. alors que le diamètre de la terre est d'environ 13000 كيلومتر. والقطر ديال الارض هو فقط 13000 كيلومتر. صافي، 13000 كيلومتر. اذا هنا كيبين لنا الفرق، كيبان لنا بانه هنا كيمثل فقط 13000 بالنسبه للارض، وهنا عندنا 1.4 مليون. اذا لو سولي اي دونك بريسك 110 فوا بلو غرو كو لا تير. اذا الشمس هي تقريبا 110 ديال المرات مقارنه بالارض، يعني هي كبيره عليها 110 ديال المرات. وحنا كنلاحظوها كما كتشوفوا في هذه الصوره هذه مقارنه بالقطر ديال السولي ديال الشمس، يعني مع لا تير. صافي، انتبهوا معايا لي كيسيون. سي جو ريبريزونت لا تير بار اون بول دو ديامتر 1 مليمتر، يعني الا مثلنا الارض بواحد الكره، بواحد الكره لو ديامتر ديالها اللي القطر ديالها 1 مليمتر، لو سولي سورا ريبريزونتي بار اون بول دو 110 مليمتر. يعني الشمس غادي نمثلوها، الا مثلنا الارض بواحد الكره اللي القطر ديالها 1 مليمتر، فاننا غادي نمثلو الشمس بواحد الكره اللي القطر ديالها 110 ديال المليمترات. دونك جو كونفيرتي لو ديامتر دو لا بول اون سنتيمتر، يعني غنحاولوا لو ديامتر اللي هو القطر ديال هاد الكره اللي قلنا نرسموها الى سنتيمتر. اذا 110 ديال المليمتر هي 11 سنتيمتر. صافي، اذا 110 ديال المليمتر هي 11 سنتيمتر. جو تراس سي دو سو سي دو ديامتر. غادي نحاولوا
نرسموا هنايا في هذا الفراغ هذا داك القطرين بجوج بيهم، القطر ديال الارض والقطر ديال الشمس. القطر ديال الارض غادي نرسمو بالازرق، اون بلو بور لا تيغ اي اون اورانج بور لو سولي، وبالبرتقالي غنرسمو بالنسبه للشمس. حنا غنستعملو الاحمر حيت ما عنديش البرتقالي هنايا، اذا لاحظوا معايا بالنسبه للشمس قلنا غنستعملو البرتقالي اللي غنستعمل في بلاصتو انا الاحمر. اذا بالنسبه للشمس شحال قلنا 110 ديال المليمترات اللي هي 11 سنتيمتر، صافي 11 سنتيمتر. اذا 11 سنتيمتر غنمثلوها هنايا، لاحظوا معايا اذا كتمثل هذا الوسع هذا كامل حتى لهنا حتى لهنا. اذا من هنا حتى لهنا هذه 11 سنتيمتر، صافي 11 سنتيمتر اللي هي 110 ديال المليمترات واللي هي كتمثل الشمس. بينما بالنسبه للارض فقط 1 المليمتر، 1 المليمتر حنا كنعرفوا 1 المليمتر هي الفرق ما بين تربيعه وتربيعه. هنا مثلا تربيعه من هنا الى هنا، هنا مليمتر. لاحظوا معايا اذا نديروها بالازرق، المليمتر واحد فقط، اذا هو هذا مليمتر واحد فقط كيمثل لي بحال هذا الوسع هذايا، يعني 1 مليمتر. نعم، اذا هذا هو التمثيل المبياني اللي مثلناه ديال جوج ديال القطرين ديال الشمس وكذلك ديال الارض. اذا نكتب هنا الارض، صافي. هنايا لا كيسيون سويفونت، جو كومبار لي دو ديامتر، غادي نقارنوا هاد القطرين بجوج بهم. اذا انا جيت نقارن غنقول لو ديامتر، لو ديامتر يعني القطر ديال الشمس، دو سولي، دو سولي في كيمثل يعني 110 فوا 110 ديال المرات لو ديامتر، لو ديامتر دو لا تير 110 ديال المرات القطر ديال الارض، صافي. ندوزو الان للاستنتاج او للملخص. بالنسبه للملخص غادي نكتبو معاكم هنايا، كتبوا معايا. نستخلص الشمس نجم متوهج، قلناها نجم متوهج يتكون اساسا، من الهيدروجين، والهيليوم وغازات اخرى بكميات قليله. مزيان، ثم غادي نضيفوا فكرة أخرى وهي الشمس نجم، كبير يعادل قطرها قطر الكرة الأرضية. شحال ديال المرات؟ 110 مرات، صافي. يعني 110 ديال المرات كتمثل الشمس الكرة الأرضية. دوزو الآن الأطبق، نطبقوا داكشي اللي تعلمناه في هذا الدرس هذايا. بان اطبق، اقيس قطر كره الشمس في الصوره 2 بالمليمتر، غادي نقيسها بالمليمتر. مزيان، الا قيسناها بالمليمتر هنايا لاحظوا معايا دائما دان بالمليمتر غيمثل لي هنايا 3 سنتيمتر، و 3 سنتيمتر هي 30 مليمتر، صافي. اذا الديامتر غنكتب هنايا بالنسبه للشمس، عندنا ديامتر يعني دي يساوي شحال؟ 3 سنتيمتر اللي هي 30 مليمتر. ندوزو الان الى الارض، الارض راها نيجليجابل، يعني شوفوا الارض هنايا بحال واحد النقيطه تما، يعني ما عندها ما نحسب فيها. وبالتالي حنا غنقدروا بانها ديامتر ديالها كيساوي 0.25 مليمتر، صافي. السؤال الموالي، هل التمثيل المصغر للمجموعه الشمسيه في الصوره 2 يحترم هذا الشرط؟ إذا واش هاد التمثيل هذا كيحترم لنا داك الشرط هذا اللي درناه هنايا في هاد التمثيل المبياني، صافي. إذا باش نعرفوا واش كيحترم خصنا نضربوا 0.25 مليمتر، غنضربوها فين؟ في 111 ديال المرات، صافي. 111 ديال المرات إلا سوا لنا تقريبا 30 مليمتر، وبالتالي يحترم. إذا سوا لنا أكثر إذا لا يحترم. إذا غادي يساوي لنا هنايا 27 فاصلة 5 وهي تقريبا 30 مليمتر، وبالتالي نعم، صافي غنجاوبو بنعم. لا دوزيام كيستيون،
Le soleil est constitué essentiellement de deux gaz. إذا الشمس كتكون من جوج ديال الغازات أساسية كي سون لي هما نديرو أول حاجة هيدروجين، هيدروجين يعني الهيدروجين، ماذا أيضا؟ والهيليوم، هيليوم، الهيليوم والهيدروجين. La question suivante, j'écris les noms d'autres gaz qui constituent le soleil. يعني غازات أخرى كيكونوا الشمس. إذا غازات أخرى مثلا نذكروا مثلا l'oxygène, oxygène, et par exemple carbone, et le carbone, et le carbone, ça fait. Ou qu'il y a une gaz autre, comme l'azote, le néon, le hadid, le silicium, le magnésium, le kibrit, et le غير ذلك صافي. بهذا غادي نكون كملت هاد لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص من هالنشاط العلمي صفحه 75 حصه 5 الشمس ضمن الوحده السادسه الشمس من حولنا. كنت معكم من الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.